سر غرقی او هود علیه السلام فدعوت شروع وکره خلق یه دیو الله عز وجل و عبادت سر بلل الله عز وجل فرمای و الى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون الله عز وجل فرمای و عاجانو تمن دوی قومی ورور هود علیه السلام ور یجلیو هود علیه السلام وویل اجمع قومه ده الله جل جلاله هو عبادت كوي بيلا الله جل جلاله هو تاسل رهيس معبود نسته ايا تاسي ده الله جل جلاله هو ده عذاب سخنا بيريجي قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين هغدا ده قوم سخه ده كفار ومشاران ويل شمش تاب بعقليك بنو او مش پرتا گمان کو چتد درواز جنانو تخیه یعنی اول خی اول خو بعقل خبری کوي او بیا وای چې زه نبیم دا خبری د الله جل جلاله د طرف درته کوم نو اول یې د بعقلی نسبت ورته وکړي او بیا یې د درواز مگر هود علیه السلام په ډیره سړه سینه ورته وویل قال یا قومی لیس بی سفاحه ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون هدى عليه السلام اول ايز ما قومك فما كي هس بعقلي نست مگر زد رب العالمين ده ترب الرسول يم وتاسي تدخل رب پیغامون ده رسوم او زست تاسي ده فاره امانت كار نصيحت كون كيم ايا تاسي ده جيت خطا عجب كوي شستاسي ده رب ده ترب تخجي ذكر فان نصيحت ده وسری پر جبه در تراسی چه هغه دی ستاسی چه خوی ده عجبه کار ندی چه ستاسی ده قوم چه خوی پر وسری وحی نازلی سی چه تاسی و بیروی برون ده عجبه خبره ده چه ده بشر پا دماغ کی زای لری ده ابتدا چه خطر او سپوری ده انبیاء علیه مسلام سره ده علماء کرام سره خلق پا ده خبره زد کوی وایی ده خوب لانه دی دوی هم اوس نصیحت کوي کفارو به انبیا یادول چې په ټول قوم کې بل څوک نه و چې پر تا وحی نازل شوې او نبی شوې خو اوس د علماو سره دغه رویه کېږي هو دا خو هغه پلانۍ دی د ده او د دې کار یې سره څه بل څوک نه و خو په حقیقت کې دا فضل د رب العالمین دی یؤتیه من یشاء الله عز وجل حکیم دی کم ځای چې د یو شي لایق نه وي هلته هغه شی نه ایږدي نو پام کوئ له دغسې خبرو څخه ځانونه وساتئ هود علیه السلام دعوتول مګر قوم پر هغه خپل کفر ټینګار کاوه او هود علیه السلام نور هم دعوت کاوه الله عز وجل فرمایي و الى عاد اخاهم هودا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره إن أنتم إلا مفترون هدى عليه السلام ويل إيز ما قومه وازد الله جل جلاله عبادت كوي فاسد بيلا الله جل جلاله بل هث معبود برحق نسته نيا ساسي مگر درواغ ترونكي پر الله تشريك ورتنسي دا ساسي درواغ دي چدبري هم حاكم اختيار داره بلکه معبود بوله يا قومي لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون والإذ ما قوما رستاس سخبر داغ تبلغ در رسالة أجر تنخا مزدورين لغوارم مگر ما أجر پر هغا چا دي چه پیدا کريا أيا تاس ناعقلان كيجي چه حق أو باطل سروا پیجني ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا
ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين أو إذ ما قوما دخل رب تخبخشنا وغاري أو دا ودغ الله تا فتعثر رجوعك الله جل جلاله با دا أسمان دا ترابة بارانون در باندي وقوروي أو نور قوة تستاسي وقوة درجاتك أو تاسي دا إيمان أو توبية تخمخ مقردوي چه مجرمين گناهكاران قوسيجر خود عليه السلام دعوت كاوه أو كاوه مگر دعا جانو رد او جواب چشو فهود عليه السلام تمسخر او پسخند واه لقد نوح عليه السلام قوم چه هم داكار کريو او هود عليه السلام چه ويل انا لنراك في سفاها بشك مشتاپ بعقلی كمينو سفيهية او بيا ويل ان نقول الا اعتراك بعض الهتنا بسوء يعني استعف بارك مز نور سنوايو بيلا ديتك شز مز زين خدايانو وطاتة تزرر او لون توب در پشکاري دي سرنگ چطة ده هو سر دشمني لره هو هم ده زرر در ورساو خدا هم ده هود عليه السلام دعوت چاريو سو قوم يدافي سلاوك او ويوه وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون يعني داود عليه السلام دا قوم مشرانو ويل ملا ومشرانو تا دا قوم ويل كيس هغا مشرانو چه كافران سيوا او دا آخرت ملاقات يا دا الله عز وجل پا حضور كي در يدل يدرواق بلد او مز ودوية تا دا دنیا پا جوان كي نعمتون ورکلوا فغو ويل نبي دا نبي مگر يو بشر تاسي پا مثل هر هغا شئي چه تاسي خوري دا هم هغا خوري او هر شيء چه تاسي چشي دي هم هغا چشي يعني دا سنگا نبدي چه تر تاسي هفت امتياز او فرق نلري او كتاسي ستاسي پا مثل دي او بشر اطاعت وكي نو بشاك چه تاسي پا داغ وحكي دا تاوانيانو سقياد ايعيدكم انكم اذا متتم وكنتم ترابا وعظاما انكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون ايا استاذ سر وعدك بي كم وقت تاسي مرسي خاوري او ادوكسي بشك تاسي را استلكيجي يعني دم ذكي تخبها را بورتكيجي جوان ذكيجي دير لردي دير لردي داكار تستاذ سر وعدكيجي ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين نبي دا جوان مگر دا جوان دا دنيا جوان چمرو او جوان ذكيجي او بياتر مرغوز ده مجد نوي راپورت اكرسوه يعني پس ده مرغه ده نراجون ده كيشو ان هو الا رجل يفترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين نبي ده غهود عليه السلام مگر يوسره دي چپر الله جل جلاله يدرواغ تدل دي العياذ بالله او نوي مجد پر ده ايمان راورن كي داهم فرداغ طول سربيرا هود عليه السلام دعوات كاو ترسو قوم وداك اندازية ورثي دي شو إليا قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين عدان هو مشت يو شيء أو برابر خبر ده كتنصيحت وعظ وكي أو كينا وكي دادوار يو شيء دي إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين نبي إذا غستا وعظ أو نصيحة مجر عادت تبخاني خلقه لا يقوم وي أو مجتهم فدا غخبل عمل عذاب نراك والكيش عادان فرها غخبل شرك أو عقيدة كنغ والارو كم وقت شدوي ذد أو عناد كاو نوهد عليه السلام ورسول قال إني أشهد الله واشهدو أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون هود عليه السلام هو ذا الله
جل جلاله شاهد وم